أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. يسعدنا كثيرا أن نتحدث إلى حضراتكم من منزل أعلى قمة من قمم الفن في عالمنا العربي. يسعدنا جدا أن نتحدث إلى حضراتكم من منزل الموسيقار الكبير الأستاذ محمد عبد الوهاب. أستاذ محمد عبد الوهاب، باسم المشاهدين الكثر والمعجبين الأكثر في تلفزيون المملكة العربية السعودية، أحييكم أجمل تحية. أنا شاكر الفضل على هذه التحية الكريمة، وبدوري أشكر لحضرتك أنك ادتني هذه الفرصة عشان أتحدث إلى حضرات المشاهدين. العفو أستاذي، لو تكرمت، السؤال الأول في هذا الحديث هو عن الآلات الغربية. من المعروف بأن الأستاذ عبد الوهاب قد طوع كثير من الآلات الغربية وزفها إلى التخت الشرقي، هل بالإمكان أن نتحدث قليلا في هذا الموضوع؟ ما فيش مانع أبدا. الآلات الغربية هو في الواقع من زمان كان عندي ميل إلى هذا، وإني أطوع الآلات القادرة على إنها ما تتصادمش مع أحاسيسنا الشرقية، وده من زمان خالص. يعني لو تلاحظ حضرتك تجد على اني مثلا من كام سنة، يمكن من 35 سنة او اكثر، دخلت الاكورديون اللي هو آلة تعتبر دخلت بقى لها يمكن 7 سنين او حاجة زي دي، دخلتها في اغنية اسمها مريت على بيت الحبايب. دخلت فيه الاكورديون. في ذاك الوقت ما كانش فيه ابدا اكورديون، ولا يخطر على بال انسان انه يدخل آلة زي دي. دخلتها، وبعدين دخلت آلات أخرى كثيرة خشبية في أغاني كثيرة، زي مجنون ليلى قيس وليلى بتاعت المرحوم شوقي بيه، وأدخلت آلات غربية برضو في أنا والعذاب وهواك وأغاني أخرى، وأخيرا في أغاني السيدة أم كلثوم دخلت أكثر من هذا. دخلت الأكورديون رجعته، بس أنا يعني رجعته قبل أغاني السيدة أم كلثوم، رجعته في أغنية للأستاذ أحمد رامي هاني الود. ودخلت الجيتار بشكل واضح، ولو أن أنا دخلته في أغنية في فيلم من أفلامي، ما أعرفش هو، مانيش متذكر اسمه الآن. دخلت طبعا الأكورديون، الجيتار، دخلت الأورجون، دخلت مثل هذه الآلات، لكن توخيت أن تكون هذه الآلات آلات رقيقة، يعني ما هيش آلات عنيفة بحيث إنها تتصادم مع الأحاسيس الشرقية الرقيقة، لأن احنا أحاسيسنا غير الأحاسيس الغربية. الغربيين شوية أحاسيسهم مادية، وبالتالي تبقى شوية عنيفة، ممكن إنهم يتقبلوا الآلات النحاسية، لكن احنا صعب علينا ان ندخلها الا بقدر وفي موضع او وضع معين. يعني استاذ عبد الوهاب، يحضرني هنا سؤال بالنسبة للآلات الغربية والشرقية. في الواقع انا لا اعرف بالنسبة لهذا الامر الا ما اسمعه عن قصة التون والربع تون او نصف تون. فعندما تطوعون آلة غربية الى وتزف الى التخت الشرقي، هل يجري عليها هناك يعني من ناحية الصناعة شيء من التعديل حتى تستطيع أن تؤدي الربع تون، أو أنها أو أنكم تجعلون من أنغامها بالذات ما ينسجم مع الأنغام في الآلات الأخرى؟ لا، هو في كده وفي كده. يعني أنا مثلا أما جيت أدخل الأكورديون في هان الود، أخضعت الأكورديون إلى أنه أزيد عليه الربع تون، هو اللي هو يسموه بالفرنساوي الكاردوتون، دخلت عليه الربع تون. اما جيت ادخله في حاجات السيدة ام كلثوم، ادخلت عليه برضو الربع تون. يعني انا الان بصدد اني ادخل على الجيتار برضو الربع تون. طبعا في نغمات بتبقى مشتركة بيننا وبين الغربيين، دي ما هيش محتاجة إلى هذا الإدخال، بنستعملها أيضا، لكن بنضطر في بعض الأحيان زي ما قلت لسيادتك إن بندخل على الآلات الربع تون، وأدخلنا فعلا يعني هذا.
طيب يا ترى الآلة الأكثر يعني إحساس بالتعاطف معها بالنسبة لسيادتكم هي إيه؟ ما في شك إن الأكورديون من الآلات المحببة إلى آذان الشرقيين، وكذلك الجيتار من الآلات المحببة إلى آذان الشرقيين، وكذلك الفيولونسيل اللي هي الآلة الكمانجة اللي هي الآلة الكبيرة للكمانجة، مش الآلة الكبيرة أوي يعني النص، لأن في كبير وفي أكبر. فمثلا في آلات تانية زي الأبوة أدخلت في مجنون ليلة في حتة سجى الليل، دي هي الآلات الرقيقة اللي زي ما قلت لسيادتك إنها بتنساب مع الآلات بتاعتنا وبتتلاشى فيها، ما بتبقاش فاقعة اللون يعني. أستاذي الكريم، من العشرينات وحتى الآن وأنتم تعطون بيادر كثيرة من خير الفن الموسيقي، لو أردنا أن نسألكم عن تقسيم هذه الحياة الفنية إلى مراحل، كيف يكون الحال؟ والله يعني هو الحقيقة سؤال صعب شوية، لكن برضو أقدر أحدده بمراحل التلحين مش بمراحل الغناء. يعني أقدر أقول إنه فترة يا جارة الوادي وخايف أقول اللي في قلبي دي فترة، أقدر أعتبر مرحلة في الليل لما خلي وأعجبت بي بين نادي قومها تعتبر أيضا فترة مرحلة، أقدر أقول إنه مرحلة مثلا يا الجندول والكرنك وكليوباترا مرحلة تعتبر مرحلة. المرحلة الأولى كان فيها الصوت وكان فيها اللعلعة الصوتية والطرب أكثر من أي معنى آخر. في الليل كنا ابتدأنا نخرج عن هذا المعنى شوية وعملنا أغاني وصية، ما هيش أغاني عاطفية حب وغرام وبس، لأن في الليل هي أغنية وصفية وبلبل أغنية وصفية. الجندول كانت الأغنية أغنية القصيد الطويلة ذات الكلمة السريعة في تلحين، في التلحين نفسه. يعني سيادتك لو تقرأ الجندول ستجد حضرتك أنت بتقراها بالضبط زي أنا ما نطقتها في المغنى، أين من عيني هاتيك المجالي، أين من عيني هاتيك المجالي، أو يعني ما تقراها مش هتقراها غير كده، أين من عيني هاتي، ما قلتش أين من عيني عيني وفضلت أقول عيني وهاتيك وهاتيك وغرثة، أو ما فيش حاجة زي. يعني كانت الكلمة السريعة، تناول الكلمة السريعة. جت مرحلة الآلات الغربية في الأغاني، قبل كده كان في مرحلة الأغاني القصيرة اللي هي أغاني الأفلام اللي هي الوردة البيضاء ودموع الحب وممنوع الحب ويحيى الحب وكل كل السري بتاع الأغاني دي، كانت أغاني قصيرة برضو تعتبر مرحلة، لأن أنا كنت خرجت من الأغاني الطويلة إلى الأغاني القصيرة. وبعدين بعد كده جات الأغاني اللي فيها آلات غربية كثيرة، والفرقة بقت فرقة كبيرة بعد ما كانت مكونة من 10-15 نفر بقت مكونة من 40 و50 نفر، زي ما قلت لسيادتك أنا والعذاب، زي قابلته ويا ريت ما قابلته، زي عشان من هذا القبيل. تيجي مرحلة أخرى هي مرحلة الكورال، مرحلة المرددين، الأغاني اللي بيبقى فيها ناس يرددوا مع زي مثلا أغنية القمح، أول أغنية يبقى فيها كورال على أساس علمي، ما هوش أساس كده يعني أساس ارتجالي، كان في أساس علمي للصوت المنشد، وكان خطوة برضو بعتبرها خطوة في حياتي. بعد ذلك جت الأغنية التعبير، تجردنا خالص من أي شيء إلا معنى التعبير، وابتدأتها بأيظنه السري بتاع أيظنه وماذا أقول له لا تكذبي، كل هذه الأغاني تعتبر
مرحلة من مراحل التعبير المحض الخالص اللي ما فيهوش ابدا اي معنى من معاني التطريب او العطاء الصوتي بالقدر ما هو العطاء اللحني ولفت نظر السامع الى هذا الى المعاني ويعني سعدت باني انا اكتسبت جمهور يفكر يعني حملت مسؤولية التفكير فيما افعله او فيما يفعله المغني الملحن. هل الملحن لحن هذه الكلمة بما يتفق معها اللحن؟ هل هكذا؟ هل كذا؟ هل كذا؟ يعني حملت المستمع مسؤولية التفكير معي في هذا، وكان دي زي ما قلت يظن كل هذه المرحلة. بعد كده جت المرحلة بتاع السيدة أم كلثوم، وهي تقديم أو زي مصالحة المستمع مع الموسيقى. الأول كان في عداء بين المستمع وبين الموسيقى، كانت لا تقبل، كان المستمع لا يقبل الموسيقى. الصوت البشري هو كل شيء في حياة المستمع العربي، وكان بدرجة ان لو مثلا المزيكا زادت شوية يمكن يسكتوا الموسيقيين ويقولوا احنا مش عاوزين، احنا عاوزين المغني. جيت انا في اغاني السيدة ام كلثوم انتهزت فرصة حب الناس للسيدة ام كلثوم واحترامها واجلالهم لموقفها واحترامهم لسماعها، وقدمت موسيقى تكاد تكون موسيقى خالصة ممكن تتمنتج وتبقى حتة موسيقى. يعني لو خدنا المقدمة مع مثلا مقدمة الكوبليه الأول مع مقدمة الكوبليه الثاني مع مقدمة الكوبليه الثالث، وعملنا لهم مونتاج وحطيناهم مع بعض، تطلع حتة موسيقية بتاعت 10 دقائق أو 12 دقيقة يستمع إليها المستمع بدون غناء. انتهزت هذه الفرصة، وزي ما قلت لك وقدمت هذه المقدمات للمستمع، والحمد لله يعني ربنا أكرمني في أني قدرت أوفق بين الموسيقى وبين إحساس الناس، بحيث أنهم ما تضايقوش منها، وبالعكس يخيل إلي أنه في بعض الأحيان بيستعيدوها كما يستعيدوا الغناء. دي مراحل يعني بسيطة كده عاجلة. أستاذ عبد الوهاب، ما أدري لو تسمح لي سيادتك بتعليقين بسيطين. أولا فيما مر من حديث بالنسبة لأغنية القمح، فيقال بأنه توزع الآن عالميا، وبتوزيع موسيقي يعني الموسيقى توزع بشكل عالمي وهي في بلاد برا، يعني هل هذا ما سمعته صحيح؟ أيوة فندم، يعني هي مثلا في أمريكا بتعتبر النشيد القومي الأمريكي، يعني الامريكان بيحبوها حب غريب جدا، من ما اعرفش ايه المناسبة، لكن قوي بيحبوها، يمكن لان هي حتة خفيفة، والجماعة الامريكان دلوقتي دول عهد الساندويتش يعني وعهد السرعة، فحبوها من اجل ذلك. وبعدين وبرضو اخواننا الجاليات العربية حبوها وعملوا عليها كلام انجليزي، وعملوا عليها في فرنسا كلام فرنساوي، وعملوا عليها بالروسي كلام روسي. واستمعتنا إلى كل هذه الألحان مقدمة بهذه اللغات. شيء جميل جدا. الشيء الآخر اللي أحب أن أقوله أستاذ عبد الوهاب هو فيما يتعلق بالسيدة أم كلثوم. في الواقع الكثير من النقاد الفنيين يقسمون المرحلة الكاملة للسيدة أم كلثوم يمكن إلى قسمين. قسم ينتهي عند بداية أين عمري، والقسم الذي قبله. بعض النقاد يذهبون إلى أنه عندما ابتدأتم بالتلحين للسيدة أم كلثوم استطعتم أن تكتسبوا المزيد من مستمعي السيدة أم كلثوم، يعني قد تكون طبقة جديدة ما كانت تسمع السيدة أم كلثوم في الماضي، لإغراقها في عنصر التطريب. ثم بعد ذلك بعد أنت عمري هذه الطبقة التي تحب الموسيقى
ذات اللون الخاص انضمت إلى قافلة مستمعي أم كلثوم. ولكن بعض النقاد أيضا يطرح هذا السؤال، إذا كان ذلك يجوز ربما لأصوات أخرى، هل يجوز ذلك بالنسبة للسيدة أم كلثوم بالذات، أن نقلل من عنصر التطريب فيها على حساب الـ 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 الإطار الموسيقي؟ لا، أنا في الواقع أنا ما قللتش من عنصر التطريب. هو الحكاية إني أنا أدخلت على الفرقة الموسيقية آلات جديدة، وعملت حوار بين الآلات الجديدة وبين الفرقة الموسيقية، بحيث إن السامع لا يمل الفرقة الموسيقية المستمرة في العزف بدون ما يسمع هذا الحوار المتبادل بين الآلات الجديدة والفرقة. وبعد ذلك زدت من كمية الموسيقى اللي بتبقى قبل الكوبليهات الغنائية. فأنا في الواقع ما حرمتش مستمعي سيدة أم كلثوم من إنهم يطربوا، واديتهم برضو الفرصة في إنهم يظهروا استحسانهم وتقفل القفلة الحراقة اللي يقولوا لها آه وكمان والله. والدليل على ذلك إن الأغنية اللي بتستغرق نص ساعة في الأسطوانة ساعة ما بتسجل بتغنيها هي في ساعتين. فالزيادة دي كلها جت من إيه؟ جت من إنه الطرب هو هو، والطريقة الاستماع هي هي، والإعادات هي هي، وكل ما كان موجود في السيدة أم كلثوم محبب فيها، وهي إنها تغني بكل ما فيها من انفعال، وساعات أديها مجال للارتجال وبترتجل، فأديتها كل ده، يعني أنا ما حرمتهاش منه. بمناسبة الحديث عن السيدة أم كلثوم، أستاذ عبد الوهاب، يعني مستمعوها ومحبو صوتها يعلمون بأنها قدرة وصوت قد لا يجود الزمان بمثله إلا في يمكن مئات السنين. لو أردنا أن نعرف ميزات صوت السيدة أم كلثوم منكم، وطبعا هذا سيكون رأي علمي مثلا، ممكن نسمع. السيدة أم كلثوم تمتاز بأكثر من ميزة. الميزة الأولى إنها صوت جرسي، يعني صوت فيه رنين الجراس، صوت قوي جدا، ونادر أن تجد صوت قوي وجرسي وفيه الإحساس والعاطفة، فهي جمعت بين الصوت الجرسي القوي وفي الوقت نفسه فيه الحنية والرقة والمشاعر الجميلة. ده يعني نادر، مش نادر، يكاد يكون مستحيل أي صوت قوي هذه القوة الكبيرة تجده على طول. ما هو الصوت يعني بيمس القلب، المس اللي بيمسه صوت أم كلثوم، ففيها جمال القوة إذا جاز لنا أن نقول بأن للقوة جمال، وفيها جمال الرقة والعاطفة. الحاجة التانية ميزتها إنه فيها القدرة على القفلة. القفلة دي اللي هي أنا بسميها النهاية السعيدة، إن كل جملة تنتهي بقفلة، زي ما بسميها أنا قفلة حراقة تهز مشاعر الناس وتخليهم يقولوا آه ويفقدوا مش عارف إيه ويقوموا ويجننوا إلى آخره. هذه القدرة جت لها من إنها أول ما غنت في حياتها الغنائية ما غنتش على آلات، ما اعتمدتش على فرقة موسيقية، كانت بتغني لوحدها، لأن هي ابتدأت في الأول تغني لوحدها خالص. فدي هذا الغناء بمفردها خلاها يعني استفادت، أو خلاها كسبت القوة والشجاعة على إنها تقفل القفلة، لأن القفلة هي أصعب شيء في الغناء العربي أو المصري بالذات يعني. دي ميزة ما هيش موجودة. الميزة الثالثة هي ميزة النطق السليم، يعني تكاد تكتب كل ما تغنيه أم كلثوم من فمها
من غير ما تغلط في كلمة ابدا، او تقول هي قالت ايه او المطرب ده بيقول ايه. يعني الفصاحة اللي عندها والابانة اللي عندها في الالقاء ما فيش شك ان ما هيش موجودة في اي مغني اخر. الحاجة الرابعة وما هيش الاخيرة، لكن يعني انا بعدلك حاجات كتير جدا، صفة من صفاتها هي الذبذبات او التريولات اللي هي الارتعاشات الصوتية اللي ربنا خلقها طبيعية في صوتها، واللي المغنيين او المغنيات التانيين بيفتعلوها، هي ما هيش مفتعلها، ربنا وهبها هذه الارتعاشات اللي هي بتزيد في الطرب او بتخلي الجمال بيصل اليك بكمية كبيرة جدا من الجمال. شكرا جزيلا. أستاذ عبد الوهاب، بمناسبة الحديث عن السيدة أم كلثوم، هل لي أن أسأل إذا كان هناك من عمل فني مقبل في الموسم القادم أو في الشهر القادم أو اللي يليه مشترك بينكم بين السيدة أم كلثوم؟ في الحمد لله، يعني أو ربنا وفقنا إلى أن احنا نلاقي كلام للأستاذ أحمد شفيق كامل. نعم. اللي هو ألف أنت عمري وألف أمل حياتي ولحنت هذا الكلام، وأرجو أرجو أنه يكون في هذا الموسم متسع من أنها تغني. نعم. فينا نثقل عليكم بس بسماع المطلع. هو الأغنية اسمها ليلة حب. نعم. وهي قائمة الأساس المعنى بتاعها أو المورال بتاعها زي ما بيقولوا قائم على أن واحد بيقول أني أنا ماليش غير الليلة دي. أو يعني ما تعالى يا حبيبي ما نهتمش ولا نفكرش إلا في حاضرنا. ده قائم على كده. هي بتبتدئ بكلمات بتقول ياللي عمرك ما خلفت معاد في عمرك، الليلة دي غبت ليه حيرني أمرك، أخرك إيه عني مستحيل الدنيا عني تأخرك، بالأمل مستني سهران تجيني يا حياتي وسهرك. الله ويمشي في في الواقع. أستاذ عبد الوهاب، كل سؤال زي ما بتلاحظ سيادتك يعني بيخلينا نستطرد إلى سؤال آخر قد يكون متفرع عما قبله. ده يجعلني أسأل بالنسبة لكلمات الأغاني، بتتصور سيادتك انه ما يوجد من كتاب ومؤلفين للأغنية يعادل حجم احتياجات الملحنين؟ لا والله، هو اكثر من احتياجات المغنيين الحقيقة. المؤلفين بقوا بكثرة خالص يعني. الحمد لله يعني. طيب اذا هل هناك صعوبة بالنسبة لاختيار الكلمات؟ مثلا أغنية للسيدة أم كلثوم، كيف يتم انتقاء الكلمات؟ وسيدة أم كلثوم من الناس اللي يحبوا عملهم بدرجة تكاد تكون قداسة. نعم. يعني بتعتبر العمل جزء من القداسة لأي شيء. فهي من النوع سيدة أم كلثوم اللي تحتفظ بأغاني كثيرة جدا عندها، أي أغنية تجد فيها يعني جمال بتاخدها. ومش ضروري تديها لملحن في ساعتها على طول. نعم. تخليها عندها لغاية ما يجي دورها، يعني لغاية ما يجي الوقت اللي تجد فيه ملحن وتديها لها. فاحنا ما بنيجي الا اذا جه من برة وبيبقى في ساعتها، زي حتة الاستاذ احمد شفيق. نعم. زي حتة انت عمري. نعم. زي حاجات زي دي. لكن هي بيبقى عندها كتير، يعني في حاجات كتير عرضتها عليا. يعني فكروني مثلا من ضمن الأغاني اللي هي كانت عندها من الأول وبعدين حصل فيها تعديل كثير، لكن يعني كانت عندها قبل ما نفكر في عمل أغنية. لكن الأغاني التانية غالبا بتجينا في ساعتها، زي الأغاني اللي عملتها لها، زي أنت عمري، أمل حياتي مثلا، الأغنية دي مثلا، هذه ليلتي، أغنية تانية بتاعت غدا ألقاك كده. يعني بيبقى عندها وبنقعد سوا، لو لقينا في حاجة يعني جديرة بإني ألحنها
باخدها منها وبنقعد مع المؤلف ونعدل فيها ما نعدله. لو لقينا ما فيش او انا ما حصلش استجابة مني لكلمة او لقطعة من القطع اللي مقدمها لي، بنفكر في حاجة جديدة ونكلف مؤلف بهذا يعني. طيب أستاذي، أرجو أن تسمح لي بالانتقال إلى موضوع آخر. الكثير من الناس يعتقدون بأن الموسيقى العربية لم ترقى إلى مستوى العالمية. في رأيكم هل هذا صحيح؟ وكيف نستطيع أن نجعل الموسيقى العربية تصل إلى المستوى العالمي؟ والله أنا يعني ضد الفكرة دي إلى حد ما. يعني هي الموسيقى بتاعتنا عالمية في البلاد العربية. يعني احنا لنا عالمنا، احنا ليه احنا نهدر يعني عالمنا العربي ونقول ان احنا ملناش عالم؟ ما احنا لنا عالم. طيب. هم لهم عالم اوروبي. نعم. واحنا لنا عالم عربي. طيب. يعني الاغنية الحلوة اللي بتطلع في مصر بتجدها في لبنان وبتجدها في سوريا وبتجدها في العراق وبتجدها في الخليج العربي وبتجدها في شمال افريقيا. طيب. والاغنية اللبنانية كذلك، واذا كانت تطلع اغنية من سعودية حلوة برضو وتجد لها مستمعين. نعم. فاحنا لنا ثقنا ولنا عالمنا، زي ما بتطلع اغنيه في امريكا بتيجي في فرنسا وفرنسا تروح امريكا او انجلترا، لهم عالمهم. أيوة. يعني اما اذا كنت عاوز تقول ان ليه الافرنج ما يسمعوش اغانينا، أيوة، زي احنا ما بنسمع اغانيهم. احنا كمان في الواقع عاوز برضو اقف هنا في الحته دي واقول ان احنا مش بنسمع اغانيهم باطلاق هذه الكلمه. أيوة. يعني مين اللي بيسمع الاغاني الافرنجيه عندنا؟ الناس اللي يكونوا يا اما سافروا كتير، يا اما يكونوا هم نفسهم متشبعين بالحياة الاوروبية. أيوة. فبيسمعوها. لكن يعني مثلا هل سيادتك سمعت واحد ماشي في الشارع بيغني اغنية اوروبية؟ لا طبعا لا. أيوة. اذا هم ناس من مستوى معين او من 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 تعليم، من بيئة معينة بيحبوا الحاجات دي. أيوة. انا بقول ان احنا ممكن نصل اليهم كمان ايضا، زي هم ما وصلوا الى بعض الاوساط عندنا، نصل اليهم بالايه؟ بالعلم. اما نتعلم الموسيقى الغربية تعليم جيد ونخضع التعليم بتاعنا الى خدمة الموسيقى الشرقية ونقدمها في اطار جديد، ما فيش شك انه هيسمعوها. وهم ابتدأوا يسمعونا، لانه زي احنا دي لسه كنا بنتكلم في اغنية القمح مثلا، في اغاني تانية خدوها وطوروها، في اغاني للاخوان رحباني مثلا خدوها وعملوها زي مش عارف شتي يا دنيا شتي، مش عارف ايه، في اغنيه زي ما قلت لسيادتك اغنيه القمح، في اغنيه زي سجل ليل اتعملت في روسيا عمل سيمفوني وجم هنا وعزفوه هنا في الاوبرا كعمل كبير يعني اوروبي. فانا بقول ان احنا العلم يعني يجب ان نتعلم عشان ما نخدمش الاغنية العربية بخدمة اوروبية، لا، لازم نخدمها برضو باحساس عربي. يعني نخضع هذه المعلومات اللي احنا نتعلمها لاحاسيسنا العربية ونقدم هذه الاغاني في اطار جديد مع احتفاظنا بتمام احاسيسنا ووجداننا، وبذلك هنقدر نصل لهم اكثر ما بنصل لهم الان. فالعلم العلم العلم هو اساس كل شيء. طيب ما في شك. بالنسبه للغناء العربي لا شك بانه يختلف او تختلف الوانه بالنسبه للمناطق. الغناء المصري قد يختلف عن غناء او فن الجزيره العربيه، ويختلف عن الفن في المنطقه الشاميه اللي هي مثلا سوريا ولبنان وفلسطين. أود أن أسأل بالنسبة لفن الجزيرة العربية رأيكم فيه، وإذا كانت هناك من مثلا ملاحظة أو نصيحة تودون أن تقولوها بالنسبة لفن الجزيرة العربية بالذات. هو ما في شك أنه فن الجزيرة العربية قائم على حاجتين. نعم. تقليديتين. الحاجة الأولى هو الاهتمامهم بالعود. وده شيء يعني أنا سعيد به، لأنهم لسه ما تنكروش، احنا بكل اسف تنكرنا للعود لدرجة ان مبقاش فيه في الفرق عود. والحاجة التانية الريتم، هو شعب ريتميك، شعب يحب الريتم او يحب يحب الحاجات اللي فيها ايقاعات حلوة. وانا استمعت الى الاغاني دي كلها واعجبت فيها في الحدود اللي هم بيستطيعوا، يعني انا مقدر الحدود اللي هم فيها.
يعني ما فيش شك ان هم ما فيش تعليم على الوجه الواسع، ما فيش شك انهم بيفكروا او ساعة ما بيعملوا بيبقوا حاطين في خلدهم بس الجزيرة العربية، ما فيش حاجة غير كده. وعلى ذلك يمكن ولو ان انا سمعت اخيرا في من الاغاني السعودية اشياء فيها تطور، يعني فيها تطور نحو اذا سميناها الفرنجة، يعني الفرنجة شوية، يعني فتحوا شبابكم على اوجه اخرى غير الاوجه بتاعة الخليج بس، يعني فتحوا شبابيك على 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 موسيقى اخرى، وابتدأت هذه الموسيقى تنساب فيهم ويعتصروها ويخرجوها بشكل ما وبشكل محدود، لكن ما في شك انه في تعتبر في نهضة، ولكنها نهضة عاوزة شيء من الخدمة. نعم. عاوزة شيء من الخدمة اولا الرسمية، الخدمة الشرعية اذا جاز لنا ان نقول كده، يعني ان الدولة نفسها تهتم بانها تبعت بعثات، على شرط انها تبعت الناس اللي ما همش متنكرين لموسيقاهم، لانه احنا بعتنا بعثات لكن ما بعتناهاش بعد ما امتحنا او بعد ما عرفنا هذا الطالب قدر تمسكه بفنه العربي ايه، لا، في بعض الاحيان اسرفنا فان احنا بعتنا ناس ما نعرفش هم ايه نواياهم نحو الموسيقى او حبهم ايه نحو الموسيقى العربية، فكانت النتيجة انهم راحوا هناك في بعثات ورجعوا لم يفيدوا الموسيقى بشيء. كل ما ارجوه انه البعثات اللي تذهب من السعودية اذا كان سيكون هناك اهتمام حكومي ما يكونش اللي يروح زي ما قلت متنكر للموسيقى بتاعته، ويكون حاسس بيها ويكون مؤمن بيها، حتى انه اما يقدر يرجع يخضع العلم اللي تعلمه لخدمة الفن، مش لطمس معالمه وللخبطه. يعني ده كل ما أرجوه. نعم إن شاء الله. طيب أستاذ عبد الوهاب، في الواقع نحن نقرأ في الصحف ونسمع دائما في الأوساط الفنية ومن حوالي 20 سنة تقريبا بأنكم في سبيل إنجاز أوبرا، ولكن حتى الآن لم يتم شيء، ممكن أن نسمع رأيكم في هذا الموضوع؟ والله يا فندم الحقيقة أني أنا الأوبرا يعني معمولة. نعم. أنا عندي قيس وليلى. نعم. وتقريبا ملحنة، يعني تقريبا. نعم. لأن أنا بعتقد أن العمل الفني مش ممكن بيجهز إلا أما بيكون الإنسان يعني مربوط بميعاد معين حتى أنه يقدر يطلعه، لكن في الواقع أنه ما كانش فيه لسه عندنا إمكانيات. يعني عندنا لغاية دلوقتي مثلا ما فيش مسرح. نعم. يعني المسرح ده مسألة مهمة جدا، يكون في مسرح لعمل البروفات، مسرح للإحساس بأنه الإنسان له بيت. أيوه. زي الإنسان ما تطلب منه عمل ما يكونش له بيت، ماليش هذا البيت. نعم. وبعدين الفرقة الموسيقية ما هيش مكونة حتى أني أقدر أعرف أنا هعمل قد إيه من الكمية العازفين. الـ الـ الأشياء الأساسية اللي عندي، الكورال اللي عندي اللي هي الفرقة المرددين ماهيش موجودة، يعني الإمكانيات ماهيش مبتوت فيها ومعمولة حتى إن الإنسان. لكن أنا اللي عرفته الآن من الإخوان المسؤولين بأنه في اهتمام كبير جدا بإيجاد هذه الإمكانيات حتى إن نقدر نقوم بعملية التنفيذ. نعم. طيب أستاذ عبد الوهاب، نأتي الآن إلى سؤال هو من الأهمية بمكان. المعروف عن العلاقة الحميمة التي كانت تربطكم بأمير الشعراء شوقي، فريق من الناس يذهب إلى أن شوقي هو الذي أفاد من هذه العلاقة على أساس ما سيأتي به الزمن، على أساس القصائد المغنات التي سوف تخلد الشاعر، والفريق الآخر يقول بأن الأستاذ عبد الوهاب هو الذي أفاد من هذه الصداقة، فممكن نسمع رأيكم في هذا الموضوع. والله أنا رأيي ما فيش شك أبدا أن أنا اللي استفدت من علاقتي بالمرحوم شوقي.
لأنه أولا المرحوم شوقي يعني عرفته أنا تقريبا في سن 15 سنة أو 14 سنة، وهذا السن زي ما بيقولوا العلم في الصغر كالنقش على الحجر. فكوني أنا تعرفت بشخصية كبيرة زي دي في هذا الوقت المبكر من حياتي، ما في شك أنه إداني مجال لتفهم أشياء ما كنتش أقدر أبدا أفهمها ولا أحسبها إلا بوجود المرحوم شوقي. يعني مثلا مذاق الكلمة، يعني يكون الإنسان يدوق الكلمة الحلوة. كنت بقعد كأني في مدرسة، لأني أنا كنت بقعد صغير وشوقي بيقعد مع ناس كبار جدا من كبار الدولة، فما كنتش بقدر أخش معهم في حديث لأني أنا صغير زي ابن صغير. زي أنت ما تصحب ابنك الصغير وتقعده جنبك مش هيقدر يخش وأنت بتتكلم مع ناس كبار في لكن بيستفيد. كنت بستفيد من الجلسة إزاي الإنسان يقدر يتكلم، إزاي الإنسان يقدر يرد، إزاي الإنسان يقدر يتعلم فكرة جديدة، علم جديد. والحاجة اللي أحب أقولها لك ويمكن ما فيش حد يعرفها، أنه شوقي بيه هو أول من علمني الفرنساوي. يعني علمني الفرنساوي الأول كده بالسماع، وبعدين اتعلمته وأنا في مدارس. لكن في الأول هو قال لي أنت محمد لازم تعرف فرنساوي، فقلت له إزاي هعرفه يا باشا؟ كنا نقول له يا باشا. قال لي أنا كل يوم هديك كلمة تحفظ كلمة بس ما فيش غيرها وتحفظها، مع الوقت هتلاقي نفسك حافظ كذا كلمة، وبعدين هعلمك إزاي تقدر تستعمل هذه الكلمات وتركبها جنب بعض. يعني شوف قد ايه. وبعدين شوقي بيه هو اللي اداني الدرس الكبير جدا، وهو اني انا لا اهتم بالاذان البالية بل اهتم بالاذان المستقبلة. أيوة. لاني انا على ما اذكر اما جيت الحن في الليل لما خلي، فقلت له يا باشا حبيت يعني افتكرت ان انا هاسعده بهذا يعني. فقلت له يا باشا انا هلحلك الحته دي تلحين من التلحين اللي ترضاه وتنبسط منه. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني التلحين القديم. التلحين اللي التقليدي، لان هو سمع طبعا الناس بتوع زمان اللي انا ما سمعتهمش يعني. فنهرني وقال لي اوعى تاني مرة اسمع منك هذه الكلمة. قلت له ليه يا باشا؟ اتخضيت انا. قال لي لانك انت يجب انك ما تهتمش الا باذان جيلك واذان الجيل اللي هيجي بعد جيلك. اما اذاننا احنا اذان بقت في طريق الزوال. فما تخضعش فنك لمجاملة. الفن اذا خضعته الى مجاملة ما بقاش فن. لازم فنك يخضع اولا لايمانك انت واحساسك بيه وبما تفكر فيه من مستقبل لهذا الفن. فعلمني يعني دروس في الحياة ما كنتش ابدا اقدر. وبعدين انا اجيب منين يا جارة الوالي؟ واجيب منين علموه؟ واجيب منين قيس وليلى؟ واجيب منين حتى الكلام اللي قاله باللغه الدارجه في الليل لما خلي؟ بلبل حيران. تيجي تصيد ويصيدك. النيل نجاشي. اجيب منين هذا الكلام يعني؟ برضو انا ارجو ان تسمح لي ان اقول بانه بالمقابل كان كثير من الناس هيعرفوها منين لو ما سيادتك يعني اديتها واعطيتها. يعني اعتقد بانه برضو الاستاذ عبد الوهاب شأن كبير في أن يعرف مجموعة كبيرة من الناس بشعر شوقي الذي لا يعرفونه. على العموم أنا بعتقد على أنه ده برضو ما هوش يعني ما برضو ما نش معاك في هذا، لأنه شوقي حيفضل شوقي. يعني المتنبي ما محتاجش لحد عشان يغني له عشان يبقى المتنبي. عايش لغاية دلوقتي المتنبي وابن الرومي وابو العلاء عايشين. من الجايز عاوز تقول انه في طبقة من الناس، طبقة يعني بسيطة من الناس، لكن ده يعني ما يعني ملوش قيمة في حياة الناس العظماء انه طبقة معينة صغيرة ما تعرفوش. اسمح لي استاذ عبد الوهاب مرة ثانية يعني اود ان ارجع هذا الى تواضع كبير منكم. لا أصف الله. لانه لا شك بانه يعني كسبتم لشوقي
وهو أمير الشعراء الكثير من من الجمهور. أمير الشعر مش أمير الشعراء. أنا مرة كنت بقول له أمير الشعراء، أم قال لي ما تقوليش أمير الشعراء، قلت له ليه؟ قال لي هو في شعراء عشان أبقى أمير عليهم يبقى أمير الشعر. هذا يكرس أيضا كونه أمير الشعراء. طيب أستاذ عبد الوهاب، لو سمحت لي أنتقل إلى لون آخر من الأسئلة. في السنوات الأخيرة، قد تكون في 20 سنة الأخيرة، استجدت أمور كثيرة بالنسبة لسير الحضارة العالمية. مثلا الصعود إلى القمر، حدث هذا. مثلا عمليات زرع القلب، احتمال وجود حياة في كواكب أخرى. هذه الأمور أود لو تكرمتم سيادتكم يعني بالكلام فيها. والله الصعود إلى القمر، أنا الواقع القمر بتاعي غير القمر بتاع العلماء. أنا سبت قمر العلماء ده بما فيه من تراب، وما فيه من صخور، وما فيه من أعشاب، ولا ما فيش حتى بتاع عشب طبعا، لأنه أعشاب يعني حياة. يعني كل ما فيه من قتامة ومن صخور ومن أتربة ومن حاجات دي، أنا ما دخلش في مخي. أنا قمري، أنا القمر بتاعي أنا، اللي هو النور بتاعه اللي بشوفه بالليل ساعة ما بقعد وأتأمل، اللي بتيجي منه حتى على شعر حبيبي، اللي بقعد أناجي فيه أحلامي، ادي القمر بتاعي. أما القمر بتاعك وده بتاع العلماء ده، أنا ماليش علاقة بيه ولا أعرفوش. من جهة زرع القلب دي، أنا اللي أخشاه إنه القلب اللي يزرع ده، انه الانسان يصحى يلاقي نفسه باحاسيس جديدة وبامال جديدة، لانه ده قلب بتاع واحد تاني. ما عرفش بقى هل الحاجات دي بتبقى في المخ ولا في القلب، يعني ما عرفش يعني فين. لكن ما فيش شك انه يعني علم، وما فيش شك انه شيء من الناحية الانسانية البحتة، من الناحية الانسانية البحتة، يعني ترضى عنها. يعني لنفرض جدلا أستاذ عبد الوهاب بأنك لا سمح الله إنسان عزيز عليك جدا أرادوا أن يأخذوا منه قلبه في ويزرعوه في قلب إنسان آخر أو في صدر إنسان آخر، هل كنت ترضى لهذا الإنسان الذي تعزه جدا أن يكون هذه حاله، حتى لو أدى إلى حياة شخص آخر؟ والله أنا لا أرضى. أنا شخصيا ما أرضاش أبدا أنه جسم بشري يفتح ويجذب السكين ويتاخد منه حتة، زي أي شاه، زي أي خروف، زي أي جمل، زي أي عجل. دي حاجة غير معقولة، هي مسألة مش إنسانية. ما هو المادة بقى، الجماعة الماديين دول هم تفسروا الإنسانية بتفسيرات أخرى غير تفسيرنا احنا. يا جماعة شرقيين أو يا فنانين. ما في شك. طيب أستاذ عبد الوهاب، أذكر من فترة بعيدة كنت أستمع إلى حديث إذاعي، ما أدري يعني، وسألك مقدم البرنامج فيما لو كنت توافق على الصعود إلى القمر، فأذكر أن الإجابة كانت نعم. ما تجد شيء من الـ يعني التناقض بين خوفك من ركوب الطائرات المعروف وبين قبولك بالصعود إلى القمر؟ لا، أنا بالعكس، أنا مش شايف في تناقض أبدا، لأنه ما في شك أبدا أنه القمر يختلف، صعود القمر يختلف عن صعود الطائرة. الطائرة أنا بحط في خلدي، يعني إنها في إيد واحد قاعد جوه، وطبعا في إيد الله أولا سبحانه وتعالى، لكن يعني واحد سيئها، وإني أنا تحت مني 40,000 قدم، وإني لو حصل أي خلل حيقف فين فوق عشان يصلح. يعني الأوتوموبيل بتمشي فيه يحصل خلل، تقول للسائق استنى شوية، وينزل السواق يفتح العدة ويعمل فيه مش عارف ايه، ويروح قافل العدة، ويروح طالع في الاوتوموبيل، يروح ممشي وماشي. أيوه. بيوقف على اليمين او على الشمال. لو حصل ده فوق يوقف فين؟ صحيح. يعني هيوقف على اسحابها مثلا؟ ايوه. يوقف لي فين؟ ما أيوه. هيوقف ايه في الاخرة؟ يعني ما فيش شك انه فيه هيوقف في الاخرة. فما بتاع، لكن الصعود الى القمر فيجي 300-400 عالم. أيوه. كل عالم دقنه شابت في العلم. نعم. وله نظريات وله أبحاث، وقاعدين تحت بيسيروا
الجهاز اللي فوق ده يقولوا له روح يمين يروح يمين، روح شمال روح شمال، ارجع يرجع، امشي على طول يمشي، بدرجة انه في اخر مرة افتكر الجماعة الامريكان اما طلعوا ولا نجحوش في حاجة راحوا منزلينها تاني. ايوه منزلينها تاني، ده كانت المركبة 13 نزلوها تاني. أيوة. يعني استطاعوا بانهم ينزلوا المركب تاني. يعني اذا معنى هذا انه في حاجة تانية تختلف عن الطائرة. في اجهزة اخرى، في تمكن اكتر، في امكانيات اكثر، بتقدر تسيطر، في سيطرة اكثر. كل ده هو ماهوش في الطائرة. فعشان كده انا اركب الصاروخ ولا اركبش طائرة. طيب استاذي، الخوف من الطائرة هل يرجع الى حادثة معينة مثلا حدثت في الماضي ترسبت في اعماقك وصرت تخاف يعني من الطائرة؟ ابدا، هي مسألة فكرة. يعني انا مش قادر افهم ابدا اني انا ابقى معلق في الهواء وتحت 40,000 قدم ولو حصل حاجة هعمل ايه؟ يعني مش قادر افهمها، يعني مش قادر اتصور. أيوة. طيب يعني تتصور ركوب البحر ما في مخاطر ايضا؟ انت معتاد ان تركب البحر، الا يوجد مخاطر في البحر ايضا؟ في امل. أيوة. ما تحرمنيش من الامل. أيوة. هو الطائرة عيبها من وجهة نظري انك بتسلبني حريتي. اعطني حريتي اطلق يدي زي ما قالت ام كلثوم. يعني انا في الطائرة بتشحنني زي ما بتشحن كرسي، زي ما بتشحن كنبة، زي ما بتشحن الترابيزة دي، بتشحنني وتربطني، حتى بتربطني زيهم. يعني ما بتدينيش حتى فرصة ارفص بايدي، يعني احتج بايدي حتى، يعني بتربطني زي اي حاجة بتنقلها عفش من مثلا من مكان الى مكان. خدت بالك؟ فحريتي بفقدها. لكن في البحر حريتي ما بفقدهاش، بقدر ادافع عن نفسي. احساسي بهذا الامل بان انا هدافع عن نفسي، ان انا هناضل، بان انا هركب مركب صغيرة، بان انا هقف فوق خشبة، بان انا هقف فوق راس واحد. ايوه. المهم ان مدام عندي هذه الحرية وعندي حريتي واحساسي بالحرية، اصل ما فيش حاجة في الدنيا اثقل على الانسان من انك تحرمه حريته. لو حرمت حريته يعني حرمت حياته. لان هي الحياة هي حرية. فانا في الواقع بحس بإني أنا مانيش حر، في صندوق ومربوط ومقفول عليا وخلاص بقيت في إيد القدر يعني. لكن هناك لا، الأمل. ما في شك، تعليل جميل جدا أستاذ عبد الوهاب. بس احنا كنا لسه بنتكلم من شوية بالنسبة للمركبة الفضائية اللي نزلوها. وانا قلت انها كان رقمها 13. سيادتك تتشائم من الرقم 13؟ أبدا، لأن أنا مولود في 13 مارس. في 13 مارس، لذلك لا تتشائم. هلا أستاذ عبد الوهاب، هل بإمكاني أن أسأل عن آخر مرة زرتم فيها الأراضي المقدسة وترى كانت عمرة أو يعني قمتم بفريضة الحج؟ والله أنا آسف أقول إنها مرة واحدة. وكانت في سنة 67. وكانت فريضة الحج الحمد لله. ولا تتصور إنه أما بيجي الميعاد بتاع الحج بحس بقد ايه هذه الاراضي بتندهلي، هذه الاراضي المقدسه بتندهلي فعلا، وابقى مشوق وفي منتهى الشوق، يعني زي ما يكون انسان فعلا ينقصه ولا يكمل الا بالذهاب مره اخرى الى الاراضي المقدسه. وكانت مشاعري مشاعر غريبه جدا، يعني مشاعر مختلفه خالص، يعني مشاعري ووجداني في الكعبة كانت غير المشاعر ووجداني اللي أمام قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب أستاذ عبد الوهاب، هذه المشاعر مثلا هل تبلورت في عمل فني؟ والله العمل الفني الديني، إذا جاز لنا إن نقول عمل فني ديني، أنا شخصيا هايبه. خايف منه. لأن أصلي أنا اتربيت في بيئة دينية، أنا من أصل ديني. يعني أنا جدي الكبير سيدي عبد الوهاب الشعراني يعني له جامع هنا، له مسجد وبيزوروه زي المساجد الأخرى يعني. وأنا تربيت في هذه البيئة الدينية، فمتغلغلة فيا، فمانيش قادر يعني أتصدى لهذا العمل أو هذه الأعمال الدينية من حيث التبسط او من كعمل فني او كعمل كده حاجة يعني اخدها مسألة. لا، ده انا عاوز اتصدى له
وأنا حاسس بقيمته الكبيرة، لأن أنا عشان أتكلم في الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أتكلم في جلال الله سبحانه وتعالى، دي مسألة كبيرة بالنسبة لي. نعم. يمكن لغيري مسألة أهم بيقولوها كده يعني يحلفوا بالله، لا، لكن أنا بقى متربي تربية دينية فهايب هذا. لكن أنا الآن يعني بالذات الآن أمامي عمل ديني. الأول كنت ابتدأت فيه وهو عمل يبتدئ بالابتهال اللي بيبتهلوه في الحج. نعم. اللي هو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. خدت هذا الابتهال وعملت عليه كلام وبصدد اني يعني اخلصه، وارجو انه يطلع في القريب العاجل ان شاء الله. استاذ عبد الوهاب، تعاملتم موسيقيا مع كثير من مطربي ومطربات العالم العربي، عند بدء التعاون هل هناك مقاييس معينة بالنسبة للأصوات يتم على أساس اختيار الصوت الذي سوف تتعاونون معه؟ هو في بعض الأحيان يعني أنا أما بلحن حاجة أمر من أمرين، يعني إما ببقى ملحنها لصوت معين وبيبقى ده ما فيش شك كفاية عشان يجعل قدام عينيا هذا الصوت ومساحاته وقدرته وأحاسيسه، وعلى هذا ألحن لحاجة أنا عارفها هي إيه، صوت عارفه هو إيه. يا إما أكون أنا ملحن أغنية ماهيش لحد، وبعدين يتبين لي من خلال تلحينها إنها تصلح مع شيء من التعديل لمطرب أو مطربة، وساعتها أعدل فيها اللي أنا عاوز أعدله وأديه للمطربة أو المطرب اللي يقع يعني الاختيار عليه. طيب أستاذ عبد الوهاب، مستقبل الموسيقى العربية من خلال وجهة نظركم نستطيع أن نراها؟ ما في شك أن لها مستقبل، زي ما قلت أنا لسيادتك أنه هو ما في شك حيدخل عليها العلم بشكل واضح وبشكل يعني مؤثر فيها، يؤثر فيها، لأن ما في شك على أن إحنا ينقصنا كثير من الموهوبين ينقصهم العلم. نعم. وكثير من المتعلمين تنقصهم الموهبة. فأما بينتشر العلم المواهب حتجد فرصة التعلم أكثر من الأول، وعلى هذا حيبقى قدامهم سبيل أكثر ومجال أكثر إلى التطوير اللي إحنا نتمناه ونرجوه من الملحن الجديد أو من الموسيقي الجديد. فأنا شايف أن المستقبل هو حيكون مستقبل علمي أكثر منه أي شيء تاني. نعم. أستاذ عبد الوهاب، لا شك بأنه عندك آلة تسجيل، أفترض ذلك في الأوقات التي تصفو فيها إلى نفسك وتحب أن تستمع شيء، لمن تستمع؟ أنا والله في الواقع ما بستمعش إلى كثير من الموسيقى العربية. نعم. بقدر استماعي إلى الموسيقى الأجنبية. نعم. ليه؟ لأنه أنا زي بالضبط اللغة. نعم. يعني زي أنا دلوقتي أما يكون عندك طفل صغير ما بتعتنيش بإنك تعلمه لغة عربية كثيرة، أو بيبقى تعلمه اللغة العربية أسهل بكثير من تعلمه اللغة الإنجليزية مثلا، يعني لأن المفروض أن دي في دمه، فأنا في دم الموسيقى العربية. لكن لأجل أن أستفيد يجب أن أسمع الموسيقى الغربية، لأن ده بالضبط مثله كمثل مثلا توفيق الحكيم. لو خدنا مثلا واحد زي توفيق الحكيم أو نجيب محفوظ، لو قرأ كتب عربية، الكتب الصفراء اللي بنسميها العربية البحتة، ما فيش شك إنه مش حيعتصر منها أو ما بينسبش فيه أشياء جديدة عليه، لأنها حاجات كلها فيه يعني حاسس بها وفي دمه، ما هيش جديدة عليه. لكن أما بيقرأ كتب أجنبية من حيث لا يدري، هو لا يقصد بأنه يقتبس ولا يقصد بأنه ينقل، ولكن بتنساب من هذه الكتب أفكار وأسلوب وأشياء بتنضح عليه في أعماله. فأنا كمان القراءة بالنسبة للناس الأدباء
احنا بالنسبة لنا الاستماع. نعم. فانا بسمع حاجات اوروبية. نعم. كثيرة جدا يعني نادر. نعم. اما استمع للموسيقى العربية. نعم. طيب أستاذ عبد الوهاب، يعني أيضا أود أن أفترض بأن هناك من الموسيقيين العالميين من تجد نوع من انسجام الأذواق بينك وبينه أو نوع من التعاطف، ممكن نعرف مين؟ والله يا فندم، هو الواقع أنه كل إنسان له حاجات جميلة. نعم. يعني ما أقدرش أفضل، لكن ما فيش شك أنه فيه ناس فطاحل، فيه ناس فحول. نعم. في الموسيقى ما أقدرش ما اسمع لهمش او ما اقدرش ما لاقيش عندهم اكثر من عمل جيد. نعم. زي بيتهوفن، زي موزار، زي شوبان، زي شوبيت، زي ليست، زي تشيكوفسكي، زي كل الجماعه دول. هم الموسيقى الكلاسيكيه، انا بتكلم. نعم. في الموسيقى. نعم. القديمه يعني. اما الموسيقى الحديثه دي فيعني اغلبها الواقع ما هوش حاجه يعني جيده. في منها جيد ما في شك ابدا، في الموسيقى الخفيفه في منها جميل وكويس، لكن انا بفضل الموسيقى القديمه. نعم. فيها اكتر زي ما تقول الانسان بيبقى فيها كده بيتامل اكتر، فيها تامل اكثر، فيها تخيل اكثر. اللي قصدته أنه ما فيش موسيقي معين، موسيقار مثلا تحس بالتعاطف معه بالذات أكثر من غيره؟ بيتهوفن. بيتهوفن. من الموسيقيين العالميين بيتهوفن. نعم. ما في شك. طيب أستاذ عبد الوهاب، أعز الناس بالنسبة لك مين؟ أمي. والآن؟ والآن أولادي وحرمي طبعا. نعم. يعني في نفس المستوى من المعز؟ ما في شك. نعم. ما في شك أن الزوجة الفاضلة بتبقى في نفس المستوى، لأنه من الجائز تحبها حبك لأولادك، أو تحبها حبك لأخوك، أو تحبها حبك لصديق زائد الإحساس العاطفي الثاني. فما في شك أن الزوجة الفاضلة لها قيمة كبيرة في حياة الإنسان، والأولاد ما في شك أنهم دول بقى أكبادنا تمشي على الأرض. طيب أستاذ عبد الوهاب، ما أدري يعني وجهة نظركم الخاصة بالنسبة لما يوجه أحيانا لإنسان مشهور من أسئلة شخصية. كثير من الناس يعتبرون بأن هذا حق شخصي للمسؤول، لمن يطرح عليه سؤال، وأن ولا يجب على مثلا أجهزة الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزيون أن تتدخل في هذه الأمور. قد يرى فريق آخر بأنه الرجل المشهور لم يعد ملك نفسه 100%، وللناس المحبين الكثر عليه حق معرفة بعض هذه الأشياء الشخصية وإن كانت ليست شخصية كثيرا. أنتم مع أي فريق؟ أنا مع الفريق اللي بيقول إنه الأشياء الشخصية إذا كان لها علاقة بفنه ما فيش مانع. يعني أولا وأخيرا يجب أن تكون الأسئلة الشخصية متعلقة بفنه، هتلقي ضوء على فنه، مؤثرة في فنه. ما عنديش مانع منها، لأنه ما فيش شك أن أولا وأخيرا الفنان هو فن. فما فيش مانع من كل إنسان يعلم عن هذا الفن إيه المؤثر اللي فيه، إيه اللي أخرجه بهذا الشكل. أيوة. الظروف كانت ايه. لكن الاسئلة الشخصية اللي ليس لها علاقة بالفن. نعم. انا ضدها، لان ما لهاش طبعا. طيب استاذ عبد الوهاب، عندما اعطيتهم الموسيقى الجميلة اللي دائما تردد، ست الحبايب، يعني كان في الاعتبار السيدة والدتكم؟ ما في شك. نعم. والدتي كانت في حياتي. ونفس الإحساس الآن يعني بعد مرور كذا سنة على صدور هذا اللحن، يعني في مشاعر معينة بتحسونها وقت سمعه؟ ما في شك. أنا يعني أولا والدتي عندي شيء لها قداسة خاصة. نعم. في حياتي، لأن أنا كنت أحب والدتي جدا. نعم. وما في شك إن الله سبحانه وتعالى أما نزلت الآية الكريمة بتاع وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. تصور ربنا سبحانه وتعالى ما يقول لك يعني حتى كلمة أف، حتى أي شيء من الإحساس الضيق البسيط يعني لا يصح ولا يحق لك إنك تقوله. فده ما أثر علي تأثير كبير جدا، وأنا كنت أحبها وأعزها، وكنت أحس بأن الحضن الوحيد اللي بيرجعني
لشبابي ولطفولتي هو حضن الأم. نعم. يعني أما حط أنا يعني رأسي في أي حضن تاني، نعم، مش هحس بهذا الإحساس. لكن أنا أما أحط رأسي في حضن أمي في هذا الصدر اللي أرضعني، أحس بإني أنا لسه محمد الصغير اللي مثلا بتأكلني وبتلبسني جلبيتي وبتضربني أو بتقول لي أعمل كذا أو تعمل كذا، وبأرجع لطفولتي. لكن ألاقي ده فين؟ في حضن صديقي؟ لا. في صدر أولادي؟ لا. في صدر زوجتي؟ لا. يعني مش ممكن هحسبه إلا في صدر أمي. نعم. فحلقيني. نعم. طيب أستاذ عبد الوهاب، في الواقع أنا لا أريد أن يعني أتعبك كثيرا بالأسئلة، ولكن لي رجاء أن نعرف منك بعد هذه الحياة الفنية الطويلة الحافلة بالكفاح وبالمثابرة إلى أن وصلت إلى أعلى قمة من قمم الفن، هذه التجربة الطويلة في الحياة وبكل ما داخلها، لو أردت أن تلخصها بكلمات قليلة، أو ماذا علمتك الحياة بكلمات قليلة كنت بتقول إيه؟ والله أنا دايما أنا بتخذ بيت شعر من الأشعار القديمة. نعم. يعني مثل لي أو حكمة لي، اللي هو البيت القديم اللي بيقول كتبنا مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها. فيعني احنا ماشيين بإرادة الله، وأرجو الله أنه ينهي حياتنا نهاية طيبة. يا سيدي نحن نرجو لك طول العمر والسعادة الدائمة إن شاء الله. وفي الواقع وفي نهاية هذا الحديث أشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج مع المشاهير، وأنقل لك تحيات السادة مشاهدي تلفزيون المملكة العربية السعودية. أنا شاكر الفضل أكثر لأنك إدتني هذه الفرصة، زي ما قلت لسيادتك بأنك سمعت صوتي وصوت المتواضع اللي ما هوش، يمكن صوتي في المغنى له مثلا بعض القيمة لكن في الكلام ما افتكرش، وعرفتهم شيء عن شكلي، وده ما في شك أبدا أنه فضل كبير لا أنكره. العفو الله يخليك. وأرجو لنا لقاءات متعددة قادمة إن شاء الله. أرجو ذلك إن شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا مرة أخرى. وأيها السادة، كنا مع الموسيقار الكبير الأستاذ محمد عبد الوهاب. أشكر لكم أيضا مشاهدتكم وإلى اللقاء.